اصمدوا وصابروا، اصمدوا وصابروا. غزة لازم أهلها يفضلوا موجودين فيها. قرار أخده النقيب بوقفة تضامنية مع أهل غزة وأهل فلسطين. كل اللي أنا عايزة أقوله زي ما بكتب على صفحتي، فلسطين عربية، فلسطين عربية، وإحنا ماشيين ورا القيادة بتاعتنا، ولازم كلنا نبقى عارفين إن إحنا عندنا قائد حكيم. ناخد بالنا كويس قوي من أي تصرف أهوج ممكن يودينا في منطقة إحنا في غنى عنها. مصر فاتحة ايديها لكل العرب، لكن بجد بجد كل ما يحدث الآن في فلسطين مرفوض رفضا تاما. هم بيصرفوا جامد جدا على الإعلام ومطلعين الناس هناك ان هم اكلي لحوم البشر، في حين ان هم فعلا فعلا شعب مظلوم، مظلوم بتتم إبادة جماعية. مين يقبل ده؟ ولا دين ولا شرع ولا عرف ولا أخلاق، ومحدش يتكلم عن حقوق الإنسان، والناس في فلسطين بيتقطعوا كده. احنا بنشوف ناس يعني شهداء بيتعاملوا معاملة كأنهم أحياء وبيعذبوا هم موتى. بس هو ده اللي عندي. اصمدوا وصابروا، اصمدوا وصابروا. غزة لازم أهلها يفضلوا موجودين فيها. في تضحيات كتير بس لازم تفضلوا صامدين. مفيش حاجة اسمها نسيب البلد ونمشي. هنسيبها لمين؟ هنسيبها لمين؟ اصبروا وصابروا.